أكثر من 59,000 تلميذ يشرعون في اجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. وصول أول رحلة عودة للحجيج التونسيين إلى تونس غدا، وتواصل عمليات البحث عن الحجاج المفقودين. في الشرق الأوسط، جيش الاحتلال يرتكب 4 مجازر خلال 24 ساعة الأخيرة، وتصاعد وتيرة الخلافات في الداخل الإسرائيلي بشأن مواصلة الحرب على غزة. أعلن المنسق العام لبعثة الحجيج التونسيين حماد السوسي في تصريح للأخبار أن أول رحلة عودة للحجيج التونسيين هذه الليلة. بالنسبة للرجوع، أول طائرة إن شاء الله ترجع اليوم، وثم بعد غدوة أول رحلة بشير من مكة إلى المدينة. البرنامج بتاعهم كبير برش، بيش يدور 15 يوم بين اللي بيش يروح من مكة إلى تونس، وبين اللي بيش يسافر من مكة المدينة، ومن بعد الرحيل الرجوع إلى تونس من مدينة إلى تونس، وإن شاء الله ربي يوصلهم على خير. وأكد المنسق العام لبعثة الحجيج التونسيين حمادي السوسي أن عمليات البحث عن الحجيج المفقودين في البقاع المقدسة متواصلة في المستشفيات. الحجاج اللي هم خرجوا بالقرعة لنا، اللي احنا نعرفوه واللي احنا عملنا لهم برنامج بالتعاون مع شركة الخدمات، وبالتعاون أيضا مع الشؤون الدينية، كانت عندهم عناية خاصة يومية. حجاجنا اللي جاءوا المدينة وبعد جاءوا المكة والعكس، الوقت الحاضر كلهم في حالة جيدة والحمد لله. نحكي ديما على الحجاج متاعنا اللي داخلين المنظومة متاعنا، اللي نعرفه اللي عندنا فيهم توا 11,000 واحد طلع العرفة، اللي عندنا فيهم وربي يرحمهم 5 وفيات، عندنا زادة الوقت الحاضر 3 اللي مازالوا في المستشفيات اللي هما في حالة مستقرة، اللي احنا نشوفه فيهم كل يوم. بالنسبة للحجاج الاخرين اللي ما نعرفوهمش، ما عندناش عليهم دراية، ما نعرفوش وين يش بطبيعة حال هذوكم ماهم إلا توانسة، فيهم 30 توفاوا، وفما اخرين اللي مازالوا في المستشفيات، واحنا قاعدين ندوروا على المستشفيات يوميا. وتجاوز عدد حالات الوفاة في صفوف الحجاج هذا العام 1,000 حاج، معظمهم دون تصريح للحجة، وتعد حصيلة الوفيات في صفوف الحجاج المصريين الأرفع في الموسم الحالي، إذ تجاوزت 600 وفاة، واستنادا إلى أعداد وفرتها حوالي 10 دول عبر بيانات رسمية أو دبلوماسيين منخرطين في عمليات البحث عن الضحايا، بلغ عدد الوفيات في موسم الحج هذا العام 1,081، وتزامن موسم الحج هذا العام مع طقس حار، إذ بلغت الحرارة مطلع الأسبوع الحالي 51.8 درجة مئوية في الظل في مكة المكرمة. شرع 59,072 تلميذا وتلميذة بداية من اليوم في إجراء الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وتبلغ طاقة الاستيعاب بالمدارس الإعدادية النموذجية لهذه السنة الدراسية 3,850 مقعدا موزعة على مختلف الإعداديات النموذجية في مختلف جهات البلاد. الزميلة نجاة حسن واكبت اليوم الأول من المناظرة والتقت عددا من الأولياء والتلاميذ. اسمي ليث حسني، جيت اليوم يعني باش نخوض التجربة في المدارس النموذجية وان شاء الله بنجح. فرحانة وكل شيء، اما متوترة شوية خاطر اول تجربة ليا، عادي تجربي اي، اما ما عنديش كونكور رسمي، خايفة شوية اما مراجعة واموري مليح عربية وانجلي. خايفة شوية بصراحة، اما سافا اش نعدي كونكور اليوم وفرحانة، انجلي وعربية اي سافا متزع. والله نعدي عربي وانجلي، امتحان يتعدى كيما امتحانات الكل. حاول ديما معناها نبسطوا الامور باش تبدا هي بيدها مرتاحه نفسانيا، واحد عادي والله انا معناها عندي ثقه في بنتي، ان شاء الله معناها ان شاء الله يكون في المتناول. راجعت عام كامل خاطر هي خدمه نتاع عام كامل، وان شاء الله ربي يجيبهم في السوي بالتلامذه الكل، وان شاء الله موفقين، ان شاء الله بنجاح، ان شاء الله هما اللي هما راهو سي لافونتاج اللي مش لنا احنا، اللي هو باش يدخل مسار جديد ثقه في النفس خطوه باهيه، فهمت؟ هذا هو احمد برقاو اللي ما عندي عربيه وانجلي، والله رجع صافا كل بون كوراج، وإن شاء الله ربي معنا.
وانطلقت صباح اليوم عملية التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج امتحان البكالوريا 2024، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. وسيتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرساليات SMS تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد، وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج. أظهرت نتائج المسح الوطني حول وضع الأم والطفل بتونس لسنة 2023 أن 68.3% من الأطفال بين السن 7 و14 لا يمتلكون المهارات الأساسية في الحساب مقابل 71.8% سنة 2018. المسح الذي أعده المعهد الوطني للإحصاء كشف أن نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 ولا يمتلكون مهارات أساسية في القراءة سجلت ارتفاعا سنة 2023 لتبلغ 36%. وأشار إلى أن هذه الفئة تعد الأكثر عرضة للرصوب لعدم تطور مهاراتها الأساسية الضرورية للنجاح. أسباب هذا التراجع في المستوى التعليمي واكتساب المهارات في متابعة لأحلام الجاسمي. تراجع في مستوى التعليم واكتساب المهارات للتلاميذ وفق ما أظهرت نتائج المسح الوطني حول وضع الأم والطفل بتونس لسنة 2023. رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف شدد على ضرورة استرجاع المؤسسة التربوية لدورها موضحا أسباب التراجع. تونس انسحبت من التقييمات الدولية لمستوى التعليم لأنه فما تراجع كبير في مستوى المعرفة. المسح الوطني بين اللي ثلثي الأطفال التونسيين بالعمر 7 سنين و14 سنة ما يحسنوش الحساب، وثلث الأطفال المتمدرسين بالعمر 7 و14 سنة ما يحسنوش القراءة أو فهم النصوص اللي يقرأوا فيها. هذا نتج على مشاكل عدة. أولا تراجع المستوى نتاع المكونين منذ مدة طويلة، إغلاق معاهد التكوين المكونين، وثانيا الانتدابات بعد الثورة بعد العفو التشريعي العام اللي ما عندهمش الحد الأدنى من المعرفة والتكوين. زد على ذلك الأزمات الاجتماعية ما بين النقابات ووزارة التربية 2015 3 أشهر إضرار، كمل جائحة الكورونا عمقت المشكل بالإغلاق المطول للمؤسسات التربوية. وانتقد رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف كثافة البرامج التربوية دون منهجية مع انعدام تكافؤ الفرص. الكثافة نتاع المادة التربوية أدت إلى اللجوء شبه الإجباري للدروس الخصوصية، مجانية التعليم ماهوش واقع، كمل الفرق ما بين مستوى التعليم ما بين المواقع الهشة الداخلية وحتى في نفس المدن الكبرى ما بين الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكنية والأحياء الراقية، خلت اللي أنه فقدت المدرسة دورها كسلم اجتماعي وتكافأ الفرص. وكانت وزيرة التربية سلوى العباسي أكدت في تصريح سابق تخفيف البرامج والتركيز خصوصا على العمل التطبيقي. سنبادر بتخفيف برامج الابتدائي تخفيفا نوعيا، وسنخص التدريبات والتطبيقات بحيز زمني تقريبا 1/3 للتعلمات والتحصيل وثلث للتطبيقات. ويبقى الإصلاح التربوي أمرا مستعجلا لتستعيد المؤسسة التربوية مكانتها ودورها في البناء المجتمعي والاقتصادي، خاصة أن تونس تراهن على ثروتها البشرية وكفاءاتها. شرع مجلس نواب الشعب صباح اليوم في إطار جلسة عامة تتواصل غدا في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، وذلك بحضور وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني. موفد الأخبار إلى المجلس زياد حسني. يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على سلامة المتسكنين والمارة وإعادة توظيف هذه البنايات، كما يضبط مشروع القانون إجراءات ومراحل تشخيص هذه البنايات وطرق معالجتها والتنبيه على مالكها بهدف إخلائها وإصلاحها، وإن اقتضى الأمر حلولا بديلة وتدخل الدولة محل المالكين. ويضبط المشروع الطابع الإداري والإجراء التدخل لإصدار وتنفيذ القرارات المتخذة ضد هذه البنايات بالإخلاء أو الهدم
الهدم أو الترميم الثقيلة، وتخضع إجراءات التدخل والقرارات المتخذة في شأنها إلى رقابة القاضي الإدارية. كما يرخص مشروع القانون للجوء الدولة إلى الانتزاع للمصلحة العمومية بهدف تفادي كوارث البنايات المتداعية للسقوط. من جهتهم تساءل عدد من نواب الشعب عن التعويضات وأجال صرفها وعن توفير الضمانات لأصحاب البنايات المتداعية للسقوط وأسباب عدم إدراج الأراضي المهملة في مشروع القانون، والتي أصبحت تمثل خطرا على المتساكنين وتحولت إلى مصبات للفضل. وتشكل البنايات المتداعية للسقوط خطرا حقيقيا على المواطنين، مما يستدعي الاستعجال بتسوية هذا الملف. خولة سليتي سلطت الضوء في هذا التقرير على هذا الموضوع. الاثنين 26 أفريل الماضي، انهيار جزء من سقف عمارة آيلة للسقوط واقعة بمنطقة باب بحر من ولاية صفاقس. هذه العمارة ليست سوى مثالا لستة آلاف بناية موزعة على كامل تراب الجمهورية مهددة بالسقوط وفق إحصائيات وزارة التجهيز والإسكان. لكن عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والبنية التحتية بالبرلمان أمل المدب تشكك في هذا الرقم وتطالب بالتحيين. نعطيك أنا قبل ما نكون نائبة ونقود قبل في بلدي تونس، انا نقول لك في المدينه العربي ديجا عندي 130 بنيه مهدده بالانهيار وايلة للسقوط واختلوا لابد تدخل اليوم. احنا طلبنا سالسده من الوزاره تحيين القائمين باش نحاولوا نكونوا اقرب للواقع، سخطوا التشخيص، خاطر التشخيص اللي عملتهم البلديات في الوقت الفارغ ما كانتش التشخيص من عند لجنه اللي فيها ناس معناتها مش تعتمد عليه. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعيه للسقوط، قالت النائب امال المدب انه يمثل نقله نوعيه لما يتضمنه من حلول تتناول حتى مسألة الإخلاء والإيواء والسكن الاجتماعي. فيه الآليات اللي باش تخلينا باش نحميه ونحافظوا على المباني نتاعنا، وأمام تونا اللي هي على تطلب الهدم فما خطر وشيك، باش نحاولوا نحافظوا على المواطن ونحافظوا على البناية باش يكون فما نقلة نوعية فيما يتعلق كيفاش احنا باش نحاولوا نلقاو حل معضلة كبيرة للبنايات هذه اللي أغلبها فيها متسكنين وفيها المهجورة وفيها اللي ذات قيمة تاريخية وله التدخل سخطو في الإخلاء. كيفاش باش تخرج وبستكنهم وقتيا إيواء وقتي، وبعد كان لا قدر الله تطلع البنية ذيك للهدم فما ان بروغرام كامل ان باراليل نتاع السكن الاجتماعي. كما ينص مشروع القانون على جملة من العقوبات تصل إلى السجن ودفع خطايا مالية. انتظمت اليوم الندوة الصحفية للدورة 24 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في مقر الاتحاد. تم خلالها تقديم عرض حول مميزات هذه الدورة. ياسين الفغالي واكب هذه الندوة. الندوة حضرها كل من رئيس المدير العام للإذاعة التونسية هند بن علي الغريبية، ورئيس المدير العام للتلفزة التونسية عوض فتالية، والمدير العام للاتحاد عبد الرحيم سليمان. وتم تقديم عرضا مدعما بالبيانات والفيديوهات حول برنامج الدورة 24 للمهرجان وتفاصيل مختلف الفعاليات. الدورة تقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية إلى جانب مؤسستي التلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على التنظيم العام وتوسيع دائرة إشعاع المهرجان. وللمرة الثانية سيفتح المسرح الأثري بقرطاج هذا المعلم التاريخي والحضاري أبوابه لضيوف المهرجان والجمهور العريض الذي يعد بالألاف. كما تعكس هذه الدورة الأوضاع المأساوية التي يمر بها الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة جراء حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشريف. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم ارتكاب الجيش الصهيوني 4 مجازر في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 35 شهيدا و130 جريحا خلال 24 ساعة الأخيرة. ومع دخول العدوان الصهيوني على القطاع يومه 58 بعد 200، واصل جيش الاحتلال قصفه للمربعات السكنية في دير البلح ورفح بوسط القطاع وجنوبه، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.
كما واصل لليوم 45 على التوالي إغلاق معابر غزة ومنع سفر الجرحى والمرضى للعلاج أو إدخال أي مساعدات إنسانية للقطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة شن جيش الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات لعدد من المدن والمخيمات أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 20 فلسطينياً. على صعيد آخر، أدانت حركة حماس اليوم قيام الاحتلال بإعادة اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المنحل عزيز الدويكة بعد أيام من الإفراج عنه، محملة الكيان المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته. وفي الداخل الإسرائيلي، تصاعدت الخلافات بين جيش الاحتلال ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعد تصريحات المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري قال فيها إن حماس فكرة وإنه لا يمكن القضاء على فكرة. يأتي ذلك فيما نقل الإعلام العبري عن مصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على تشكيل هيئة وزارية أمنية تشاورية مصغرة بمشاركة وزير الأمن إتمار بن غفير. وقد لوح بن غفير بالاستقالة من الائتلاف الحكومي قائلا إنه لن يبقى في حكومة ترفع الراية البيضاء إذا لم تستمر الحرب في قطاع غزة وعلى الحدود مع لبنان. بهذا الخبر نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أكثر من 59,000 تلميذ يشرعون في اجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. وصول أول رحلة عودة للحجيج التونسيين إلى تونس غدا، وتواصل عمليات البحث عن الحجاج المفقودين. في الشرق الأوسط، جيش الاحتلال يرتكب 4 مجازر خلال 24 ساعة الأخيرة. وتصاعد وتيرة الخلافات في الداخل الإسرائيلي بشأن مواصلة الحرب على غزة. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. تحياتي نفيسة حسني، في أمان الله. خمسة وثمانين سنة ونحن معاكم.